أتأسف على عدم تحدثي باللغة الأمازيغية، لأنني غير متمكنة منها رغم أنني أمازيغية. أزول الناس الأمازيغيين تحية إجلال وإكبار لجميع شهداء الشعب المغربي الحقيقيين، على رأسهم شهداء المقاومة المسلحة وأعضاء جيش التحرير أزول لجمعية بوجاكا للتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية على حسن اختيارها شعار مغرب عميق بتاريخ أعمق والذي يمسنا نحن أمازيغيين وأعماقنا نحن الأمازيغ. تحية نزفها إلى شهداء هذه الأرض الجنوب الشرقي، تحية لكل من سالت دماؤه من أجل أن تحرر هذه الجبال الأبية من الاحتلال، ومن أجل أن يعيش أبناء الجنوب الشرقي في ظل كرامة الإنسان الأمازيغي. وعلى رأس هؤلاء المرأة الأمازيغية متمثلة في الجموع وأخريات. لعل الجنوب الشرقي خلال فترة مجابهة الاحتلال عرف عدة أبطال، لا نستطيع اليوم ذكر الجنوب الشرقي دون ذكر أسمائهم، واليوم نتذكر بهذه المناسبة التي أشكر فيها جميع الحضور وجميع الأساتذة الحاضرين معنا، والتي أشكر فيها جمعية بوغافل في شخص الأستاذ حسن أزواوي وكل من مد لي يد المساعدة سواء من قريب أو بعيد على منحكم إياي الفرصة للحديث على المناضل والمقاوم والشهيد المنسي أسد جنوب الشرقي حسين وعدي بسخوف الذي طوام النسيان. هذا الشخص هو محور اهتمامي اليوم. كما نلاحظ اليوم تهميش لبعض الأحداث كما هو الحال لبعض المجاهدين، ويتجلى هذا من خلال ما يلقن في المؤسسات التعليمية خاصة في ظل غياب تدريس تاريخ المغرب ما بعد سنة 1956. كما أن العديد من الأشخاص أو إن صح تعبير جل الأشخاص يجهلون المجاهدين المنحكين الذي ضحوا بأنفسهم وممتلكاتهم في سبيل الله والوطن الذي لا يمع هذا الوطن الذي لم يعيرهم أي اهتمام كأنهم مجرد تمثيلية مرت عبر الزمن. أولا سأبدأ بتعريف بشخصية المقاوم حسين عدي بسخوف. حسين عدي صحة مرات سفلت أود دستني غبلة أود النور وري وري هموية نرد وري ريال السفلت يعمل أخسي بسلي هذا البطل الذي ولد بقصر وحلان سنة 1975 طبع قصبة تمرزيك وينتمي إلى عيد سعيد وعلي عيد الغازي المنحدرية من إبل أطن وإلى خمس خماسة تعطم. وقد نشأ هذا البطل ببيئة جبلية وعرة مجاورة لجبل قنات الممتدة لجبل صورو، إذ كانت القبائل تستنجد به في حالة الشدة والضيق، لذلك لقب بأسخوف والتي تعني القوة والشجاعة. هذا البطل الذي صنعه أصدقاؤه تاريخ تفيلات، وكذلك تاريخ تفيلات والتي ارتبط كما ارتبط اسم هذا البطل الشهم بالمعارك التي خاضها بصمود وتحدي للدفاع عن حوزة الوطن ومقدساته، كما أنه صنع تاريخ تفيلات كما قلت سابقا انطلاقا من ودرك بأنمية. حسين عدي بسخوف البطل والزعيم الذي رفض التفاوض على عكس مجموعة من المجاهدين الذي فضلوا أهدى الإغراء والتفاوض دون ذكر أسمائهم. هؤلاء الأبطال الذي فضلوا التفاوض، والآن نلاحظ أن أسماءهم الآن أصبحت تتصدر اللوائح على عكس المناضلين الذين رفضوا هذا التفاوض وأصبحوا الآن منسيين دفنوا في مقبرة النسيان. هذا البطل الذي استشهد فوق جبل بوغافل بعد أن وضح أريد هنا أن أوضح شيئا، هو الذي وضع حدا هو وأصدقائه للأسطورة برنازي الضابط ورئيس الجيش الفرنسي الملقب بالرجل الأحمر. هذا البطل الذي ينتمي إلى عائلة لها تاريخ مجيد في علم الفلك، كما أن أعمالهم كانت تدون عن طريق القصيد وكانت لعائلته دراية في المعرفة والفنون الحربية والرماية، لذلك كانت له هيبة ومكانة ينفرد بها داخل محيطه مستغلا إياه في نشر الوعي السياسي وفكرة الجهاد ضد كل تيار أجنبي زاغت نفسه وطار
طمعه في استغلال هذا التراب إضافة إلى سلاحه الفكري الخفي بالإضافة إلى السلاح المادي الذي كان يتوفر عليه وسلاح صعية. ثانيا المحور الثاني هو مكونات الجهاد لشخصية أسخف الزعيم. انضم حسين عبد الصخور إلى جمد بن القاسم ومولاي محمد بواد الرك قرب الوالي سيدي محمد يفرجون بواد أنيف، وأصبح من أحد فرسهم والمقربين والمستشارين، لكن اختلف معهم في مواقفهم، لذلك كون لنفسه حركة حسين عبد الصخور بصغره أنيف المنادي للجهاد في سبيل الله. وهكذا بدأت شخصية هذا الأخ تتضح للمستعمر من معركة لأخرى، واستطاع بأخلاقيته وشجاعته في الفنون الحربية أن يجمع حوله عدد كبير من المجاهدين من جميع الأصناف. بهذا أصبحت حركة شاملة لجميع القبائل، مما ساعده في التوسع من واد غريس إلى واد تدغى وكذلك إلى التخوم المغربية الجزائرية. وكان من بين أصدقائه ابنه حمو حسين ومحا أعلي أغدار وأعلي وأمه وأفروخ ومحمد أعرب وعلي أبسو وسعيد أعلي أغدار ومحمد قبور والحسن وخفو وغيرهم من المجاهدين المنسيين. وقد تحدى بطلنا هذا ومن معه العدو وكذلك العملاء الذي دفعهم الطمع في الحصول على مناصب القيادة من المستعمر. ورغم ما عانه المجاهدون من ويلات الحرب وكذلك الحصار الذي تلقوه من المستعمر الذي فرضه المستعمر، كان يحصلون على الدعم عن طريق الغنائم. وكانت المرأة الأمازيغية بالنسبة للمقاومين اليد اليمنى في الشدة، وكانت محترمة حيث تتمتع بالحصانة، لذلك لقبت بالأم الأمازيغية. تحية لجميع الأمهات الأمازيغيات التي الذي وقفنا وقفة رجل واحد آنذاك. ثالثا المحور الثالث جوانب معركة بوكافر والمتغيرات التي أنجبت الشخصية الوطنية الجهادية حسين عبد الصخور. استغرقت عملية السيطرة كما نعرف متطولة نتيجة المقاومة المستميتة بسبب عوامل جغرافية وعرة وبسبب مجموعة كذلك من العوامل، وكذلك تخوف المستعمر الفرنسي من أكبر القادة الفرنسيين من المخاطر المحتملة مصادفتها في المواقع الجبلية والصحراء والتضاريس المعقدة، حيث الاصطدام بالمجاهدين الأشداء الذي ربطوا جهادا بالدين الإسلامي. ومما يؤكد هذه الحقيقة هو الموقف الشجاع الذي أبداه أبناء هذه المناطق في وجه الاستعمار الغاشم كما أن هذه المعركة أذهلت جيوش الاستعمار بصمود المجاهدين وبسالتهم وقدرتهم الفائقة على فنون الحرب وخططها. كما يقول مجموعة من المؤرخين أمثال بيوم واليوطي وغيرهم، يقولون بأن هذه المعركة معركة بوكافر كانت أقصى المعارك التي عرفتها القوات الفرنسية لا في المغرب ولكن في تاريخها، حيث دامت أكثر من 45 يوم. وقد كان المقاومين يسيرون الحرب بكل دقة من حيث التوزيع والاستراتيجية، وهذا يدل على الشجاعة والقوة. وهنا يأتي دور البطل حسين عبد الصخور ومن معه من المجاهدين، بحيث واجهوا الغزو الأجنبي ببسالة وقوة، وبهذا اتخذ الفرنسيون مجموعة من الاحتياطات على عكس جيوش على عكس المجاهدين الذين لا يملكون من السلاح إلا سلاح الإيمان والعزيمة والإرادة الصلبة القوية فوق أرضهم، إضافة إلى سلاح صاعية وسيس وضعية، وإدراكا من الفرنسيين لخطورة المرحلة وإيمانا منهم بأن مقاومة أي تعطى وأي تمرغاد وغيرها من المقاومين وغير زعماء إلى أمثال حسين عدي وصخوف وعسو بسلام حطوش الحاج إبراهيم ميت بورغان حسين وحده وغيرهم، هم العقلة الأساسية
لبسط نفوذهم على المنطقة نظرا لشراستها وتنظيمها. وقد كانت معركة بوغافر بمثابة صاعقة إن صح التعبير من جراء الخسائر التي تعرضت لها القوات.